مشاهدينا، وللحديث عن الفشل السياسي الذي يعيشه العراق بعد 90 عاما من انضمامه للمنظمات الدولية وعلى رأسها عصبة الأمم، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، وأهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين المقاومة. حياكم الله دكتور. 90 عاما على انضمام العراق إلى عصبة الأمم المتحدة منذ عام 1932 وتأسيسها لمنظمة الأمم المتحدة لاحقا، كيف كان العراق وكيف أضحى اليوم؟ أهلا وسهلا بك مرة أخرى، وأحييك وأحيي مشاهدين قناة الرافدين. أخي الكريم، كما ذكرت أنه العراق دخل عصبة الأمم المتحدة تشرين عام 1932، وكان هنا يعني أول دولة عربية يدخل عصبة الأمم المتحدة، وبذلك العراق قدر أن يحرر نفسه 1932 من الانتداب البريطاني الذي جسم على صدر العراق 12 سنة. وبذلك العراق أصبح دولة ذات سيادة متحررة، لها نفوذها ولها سيطرتها على مواردها وكيانها، وأصبحت دولة في رقم 56 في عدد الدول التي دخلت عصبة الأمم المتحدة. وبذلك أصبح العراق من الدول الرائدة في الوطن العربي لكونها أصبحت عضو بارز وفعال في الأمم المتحدة. وهيهات بين مهما نعم النظام الملكي ليس له إيجابيات كثيرة، لكن مهما تكون هذه السلبيات التي ممكن أن نشير بها إلى النظام الملكي سابقا، لكنها تبقى أشرف وأحسن من الطبقة الفاشية، الطبقة الجاهلة التي جاء بها الاحتلال عام 2003. هيهات لها الرجال السابقين وبين هذه الحثالات التي دفع بها الاستعمار، النظام الأمريكي الإيراني القبيح في جعل العراق ساحة ومرتع لكل اللصوص والخونة والجواسيس. طيب دكتور، في هذا الإطار، في إطار أثر الاحتلال الأمريكي على العراق بعد عام 2003، ما هو تأثير الاحتلال على المستوى السياسي والعلاقات الدولية للعراق؟ أخي الكريم، العراق أصبح مكبل، ليس له سيادة، ليس له استقلال، ليس له موارد اقتصادية بارزة، كلها منهوبة، كلها مسيطر عليها من قبل الشلة التي جاءوا بها إلى العراق من قبل النظام الإيراني والأمريكان. لذلك كانت فترة سوداء في تاريخ العراق، سوداء بكل ما تعني الكلمة، لأن العراق أخي سواء كان اقتصاديا اجتماعيا سياسيا فهو فاشل بكل المعايير السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هو فاشل. ولذلك العراق سوى الاسم، لأن شوف أخي الكريم، قبل تقريبا حوالي 15 أو أكثر أحد المعاهد المشهورة ذكرت أنه في من عام 2006 إلى عام 2014، هذا نور المالكي في زمنه، 551 مليار دولار ذهبت. أين ذهبت؟ هذه المليارات أخي الكريم، آلاف المدارس تبني، آلاف الشوارع، آلاف الطرق، آلاف
المؤسسات الصناعية، نعم الزراعية، الصناعية. لذلك غير من المعقول أن تذهب هذه الأموال، لأن هؤلاء السراق نشالة ليس لهم أمان، وعلى المجتمع العراقي أن يزيل هذه الطبقة الفاسدة. دكتور، هناك من يرى أن أمريكا بعد الاحتلال سلمت العراق إلى إيران على طبق من ذهب، ما الأهداف التي دعت أمريكا إلى القيام بهذه الخطوة؟ أخي من زمن الشاه، بالله عليك أسأل سؤال ليس لك وإنما لكلنا، نعم. من هو الذي رافق طائرة المقبور الخميني من فرنسا إلى إيران؟ مو الفرنسيين؟ نعم. مو الطائرة فرنسية؟ نعم. ومنه كان يبث له دعاية في الغرب؟ مو الغرب، الأمريكان والفرنسيين. لماذا نضحك على أنفسنا أنه ثورة، وهي ثورة مبرقعة بالنظام الفاشي الخميني؟ نعم. اليوم كيف ترى الدور الذي لعبته إيران بعد أمريكا على مستوى مؤسسات الدولة العراقية؟ إيران لعبت دور قدر في عدم إعطاء ولو نفس لأن يكون العراق يستطيع أن يقوم على رجليه، أن يقوم في بناء نفسه، فحاربت العراق. لا تريد أن العراق يكون دولة، دائما يكون سلة مهملات فقط، تأخذ المبالغ وتبني بها ذيولها، جسورها، اقتصادها. والعراق له رب هو الذي، وشعب إن شاء الله يثور وينمي هذه الطبقة الفاسدة في مزبلة التاريخ. دكتور، ترسيخ الطائفية والمحاصصة كان من أهم مخرجات النفوذ الإيراني في العراق، كيف يعني تجمل لنا حجم ذلك النفوذ على الحالة العراقية منذ عام 2003 بداية الاحتلال وحتى اليوم؟ أخي الكريم، أن الاحتلال دائما أنه يبحث عن عملاء، دائما يبحث عن أشخاص يؤجرهم لمناصب معينة ولكن ينتفع من خلالهم، وبذلك أنه يصبح النظام في العراق هو جزء من الإمبراطورية أو الدولة الفارسية، لكون مع الأسف وأقول الشيعة السياسيين، الشيعة السياسيين وليس بقية الشيعة. نعم. من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعم الراوي، شكرا جزيلا لكم دكتور.